ولمناقشة التعتيم الإعلامي وعمليات الخطف والاغتيالات التي تطال المتظاهرين، تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشطة المدنية الأستاذة ناهد أحمد. أستاذة ناهد، مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح أو خبر تبنته مجلة فورين بوليسي الأمريكية. تقول هذه المجلة إن السلطات الحكومية تنتهج سياسة التعتيم الإعلامي على سير التظاهرات. ما السبب برأيكم أستاذة ناهد؟ هو هي كل حكومة جائرة، ماكو حكومة دكتاتورة مستبدة ما تستعمل التعتيم الإعلامي، خصوصا من ناحية الجماهير القاعدة الشعبية إذا كانت رافضة لوجودهم. فإحنا رافضين لوجودهم ونريد وطن، والوطن اللي نريده بدونهم. يعني من نقول نريد وطن، الوطن اللي نريده بدون هاي الحكومة لازم يطلعون، وإحنا مصرين وباقين إن شاء الله إلى حد أن تخرج، فهو طبيعي الاحداث قتلنا وملاحقاتنا لازم يحكمون عليه تحكيم اعلامي، والا شلون يعني؟ لانه الدول العالم موقفهم حرج، هم ورطوا نفسهم، مو بس ورطوا نفسهم، هم متعمدين ومتورطين ايضا امام الراي العام العالمي، اللي حتى المحاكم الدوليه الطالب مطلوبين من المحاكم الدوليه. نعم، بالتحقيق. أستاذة ناهد، التعتيم، مسألة التعتيم على سير التظاهرات، ما هو الهدف من ورائه؟ يعني هو الهدف واضح، ما يريدون يعرفون جرائمهم، يريدون يغطون على الجرائم مالهم. نعم، هذا هو السبب. إذن كيف هنا كيف تفسرين عمليات الاختطاف والاغتيالات التي تتم ضد المتظاهرين وضد الناشطين في التظاهرات؟ كيف تفسرين ذلك؟ هاي السيناريوهات القصد من عندها اتهام المتظاهرين، يعني يسوون اي عمل اجرامي ويبلون به طرف ثالث، هذا الطرف الثالث هم حاطين اياه، هم ما يبلون احنا وانما يسموه طرف ثالث. هذا هو الطرف الثالث، هو هذا وجههم الحقيقي. طيب، إذا أخذنا تصريح للنائب عن تحالف سائرون رائد فهمي، قال فهمي إن حملات اغتيال واختطاف النشطاء تعكس عجزا سياسيا. أنتم كناشطين كيف تقرؤون مثل هذه التصريحات؟ طبعا عجز سياسي، لأنه مسامع يعني الحيوان برفسته الأخيرة لما ينازع بين الحياة والموت، رفسته الأخيرة، هم هاي رفستهم الأخيرة ينازعون بين الحياة والموت، هم يعرفون نفسهم منتهين، فهاي لازم يلجؤون هاي الوسائل، لأنه أصبحت أما أنا أو أنت، يعني البقاء، يعني معركة البقاء، وكأننا في غابة، ولو إحنا هم الحيوانات. طيب، انتهاكات الميليشيات والقوات الحكومية من خطف واغتيال للناشطين، هل ستؤثر على معنويات الثوار؟ لا، ما تتأثر لحد الآن، ما تتأثر. نعم، صدقني، وأنا موجودة في ساحة التظاهر يوميا تقريبا، مرات أتخلف لأسباب شخصية وبعدها أعاودها، واليوم أنا بالذات كنت موجودة في ساحات التظاهر، باقين بإذن الله تعالى. من بغداد الناشطة المدنية ناهد أحمد، شكرا جزيلا لكم.